جويل. الشمس لا زالت ساطعة في مدريد، وسماح صافية أيضا، وضربة ركنية اللعبة أمام المرمى ممكن، ولكن تصطاد الله على طريقة كريستيانو رونالدو. فاجئ، شوف عجيب المرمى، غريب عجيب. حاول رايو فايكانو في الشوط الأول القائم والمدافعين، لكن شوف الطريقة اللي يحرز فيها كريستيانو رونالدو الهدف. شوف، هي إذا تبي تدخل تدخل. شوف شوف المجموعة، شوف المجموعة، الكم الهائل من اللاعبين، ومع ذلك عبارة مرت من المدافع الأول الثاني والكرة بالكعب. لاحظ 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 معاي بالكعب، هي إذا تبي تدخل تدخل، حتى بالكعب تدخل، بكعب كريستيانو رونالدو. إذن يسجل الريال الهدف الأول، ومرة أخرى كريستيانو رونالدو الهاتريك في سانتياغو برنابيو، والآن الهدف بهذه الطريقة الجميلة.